احلى سلام وافضل تحيه لكل مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم وكنستقبلكم معنا اليوم في برنامج الطرب والسلطنه والانس وبرنامج السمر دندن مع عماد على القناه الفضائيه شاده تي في. الاكيد ايها الاحباء، حلقه اليوم كذلك لن تخلو من الطرب، ثم كذلك الحلقه دي اليوم هتكون متنوعه لا من حيث الفنانين والضيوف اللي حاضرين معايا، وكذلك حتى من حيث الاغاني والمقاطع والمدارس الموسيقيه. انتظرون حتى الاخر ان شاء الله، عندنا 90 دقيقه ديال الطرب. طبعا البدايه وكالعاده كنبغي نحيي اصدقائي الفنانين الموسيقيين هشام على الاورغ، ثم كذلك رشيد على الكمان، وادريس نيجرا اخطبوط العود، وكذلك ضابط الايقاع مراد. طبعا كالعاده ايها الاحباء، كنبغيو نسمعوا واحد مقطع موسيقي كنفتحوا به شهيه البرنامج، وانا كنقول دائما احنا برنامج ديال الطاقه الايجابيه. تفضلوا. شكرا، يا سلام عليكم. طبعا الاكيد غادي نبغيو نتعرفوا على فنانين حلقه اليوم، الاكيد انها غتكون حلقه مريحه لان معنا فنان كيمتاز بروح الدعابه والمرح. غادي نتعرفوا على ضيوفي بعد الفاصل. نبداو اذا حلقتنا اليوم، فالاكيد علاش قلت لكم معنا فنان يمتاز بروح الدعابة، فهو معروف في الوسط الفني، صديق الفنانين وصديقي منذ سنوات كتير، غنى يغني في الحفلات والسهرات والمهرجانات، ولكن عنده ديك الروح المريحة. عبدو السقاط، أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا بك أستاذ عماد، حياك الله. أنا على الجلسة ديالك تعجبني أنا وشرف لي نجلس مع أخويا الحبيبي. الله يبارك فيك، تنشكرك على هذا البرنامج الجميل اللي ما شاء الله تيمروا فيه الفنانين الكبار، وبرنامج اللي لقى واحد الصدى ما شاء الله كثير بزاف، حتى في الناس اللي على براتها هما تبارك الله ولاو تيولفوا دندنه ديال عماد، لان كيشوفوا داك الشيء الترابي وكيصيفطوا لي انا من البرنامج ديالك، كياخذوا كيصيفطوا لي عبر الواتساب. واكيد حنايا اولا حنا كنتوجهوا لجميع مغاربه العالم، جميع كاين مكان كيف مكان او تكون الديانه ديالهم او مهم المغاربه، حنا كنتوجه لهم في العالم كله، المغاربه خاصه طبيعه الحال، اللي انا نحيو هي اليوم غادي يا غنسمعوا شويه الشكوري وشويه ديال ان شاء الله بيان سور ضروري، وهما كيتسناو هذه الحلقه بفارغ الصبر ان شاء الله، نكونوا عند حسن الظن ان شاء الله. كذلك معنا الفنان لبناني مغربي، هو طبعا فنان لبناني هادي، اهلا بك حبيبي. اهلا فيك استاذ عماد، كلشي بخير لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. طبعا هادي انت يا تقريبا جيتي للمغرب سنه 2006 اعتقد، وجيتي هنا اشتغلتي في عده حفلات وسهرات وكذلك في بعض المطاعم، ثم كذلك مشيتي على بلدك لبنان ورجعتي هنا وتزوجتي وليدات، تزوجتي مغربيه اكيد، فدابا وليتي مغربي. الشرف هذا. مرحبا، صافا كلشي بخير؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. ان شاء الله اليوم غنبغيو نسمعوك كذلك باذن الله. تحياتي لك وتحياتي للمشاهدين اللي عم يسمعونا من خلال برنامجك. الله يبارك فيك. وكذلك معنا الفنانه مصطفى نوال، فنانة مصطفى. أنا قصدت أنني مقلب طبعا فنانة نوال مصطفى، فكذلك مرحبا وألف مرحبا. الله يبارك فيك سيدي عماد، وهذا شرف لي كبير أنني مع هرم التقديم
اللي هو أستاذ عماد المتيفي. مرحبا بك. وهذه فرصة طيبة ليا، وكنشكر القناة على هذه البادرة الجميلة اللي عطت فرصة لبزاف المواهب، سواء اللي باينين سواء اللي ما باينينش. وكنشكر الفرقة الموسيقية، وكنشكر طاقم الخفاء، يعني جنود الخفاء. أكيد أكيد إن شاء الله نشكرهم، لأن حقيقة تيبذلوا مجهود كبير، خصوصا مع التدابير الاحترازية اللي كنحاولوا أننا ولو الظروف اللي كنمروا بينها جميع إن شاء الله، ولكن إحنا الحمد لله يعني واحد واخدين واحد الحيطة والحضر، و يعني يعني مركزين اكثر الحمد لله. يعني ما بقاش هذيك العفويه وديك السهوله في التصوير، دابا مركزين وعندك بلاتي دونك تبارك الله الحمد لله. سيدنا راه دار هاد البديره الطيبه اللي عطاها، دار الفاكسا هو الاول الحمد لله. تنشكروا من هذا المنبر الجميل ديالكم، والله ينصر سيدنا اكيد، لان الحمد لله احنا بدينا اعطى جلاله الملك اعطى الانطلاقه الرسميه، يعني هذه أسابيع ديال الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19. الحمد لله غدا الحملة بواحد يعني بواحد الوتيرة جميلة جدا، ربما احنا احسن من بعض الدول يعني المتقدمة أكثر، اللي أنا غاديين هذا الشيء الحمد لله المغرب تضبط هذه الأمور هذه الحمد لله. فكذلك كان جلالة الملك خدا أول واحد خدا الجرعة الأولى، فهو خير مثال لجميع المغاربة طبيعة الحال. طيب نتمنى إن شاء الله غادي يكون خير، لأن ما بقناش بنا نضرب بزاف، هي ستفرج إن شاء الله، ستفرج بإذن الله. طيب مباشرة شنو غادي نديرو؟ أنا ما كرهتش نخليك عبد السقاط أنت دير الأنيماسيون ديال الحلقة هذه، أنا بغيت نكون هنايا. الله إذا إلى غندير أنا البرنامج غادي نسمعك اليوم. الله لا صحيح، لا ما يمكنش، لأن صوتك تبارك الله صوتك غزال، خصوصا اليوم كنتوجهوا لأن كنحيوا تحية خاصة قلنا كل مغاربة العالم، كل المغاربة اللي عايشين في جميع القارات وفي جميع الدول. لا اليوم عفيني، لكن لا ممكنش نتقدم أنا حداك أنت، أنا امبوسيبل. نبغوا نسمعوا الصوت الجميل والطربي لنا نوال الفنانة الجميلة اللي عندها واحد الإحساس تبارك الله عليها، والله يوفقك. واخا خبرتي علينا بزاف ما عرفناكش فين كنتي، واش في الخدمة؟ كان خرني هرب عليا دابا كيجي حتى لعندك. ودابا خصنا الحمد لله ونشكروا السي عماد اللي عيطك لها الزهراء ورجع عندك الزهر كله جا، خصوصا الحلقة فيها عبد السقاط. الله يكبر الزهر الزهر في الزرق الله تعالى حبيب. يلا طيب شنو غادي نديروا؟ غادي نخليوها غدا بحال هكا، بغيناها تكون ضحوكية مريحة هذه الحلقة هذه. أكيد أنت متواجدة في الساحة الفنية سنوات، أنا أعتقد على الأقل تلاقيت معك واحد في 2001 كنت شاركنا في واحد المهرجان ديال الأغنية العربية، ومهرجان الرباط هادشي كله غادي نرجعوا ليه في أعتقد هو كذلك في 2000 مهرجان الرباط قبل ما يولي موازين. أيوة دونك وكنتي تكرمتي، ولكن غادي نشوفوا هذا الاختفاء وهذا عدم الظهور من بعد ما نسمعوك في إحدى الأغاني الطربية. شنو غتختار لنا في الأول؟ بما أنه برنامج دندنة اللي كيشرفنا وكيشرفنا بزاف، نغنيو دندنة. دندنة ورده. يا سيدي نديرو دندنة. هذه دندنة ديال عماد ولا ديال ورده؟ هذه دندنه هي ديال ورده، ولكن هو اهداء خاص لعماد. الله يبارك فيك، شكرا لك نوال. أنا بهوى
كفينيش ولا الزمان ما يقدينيش ما يكفينيش ولا الزمان شجر روح روح عد حبات المطر يا عماد روح عد أوراق الشجر روح روح عد حبات المطر عد البشر عد النجوم روح وتعالى عد النجوم عد البشر بس تعالى عد النجوم عد البشر وتعالى تعالى تعالى جنا تلاقيني تلاقيني أكتر كمان من حبنا لروحنا وأنا أنا 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 ولولاك ما كان عمري عمري وتانا أنسي وغانا وأنا دندنا دندنا لا 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 دندنا دندنا يا ليل يا عين يا ليل يا 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 ليل وروح روح أعد أوراق الشجر عد حبات المطر روح روح عد أوراق الشجر روح روح عد حبات المطر عد البشر عد النجوم روح وتعالى عد النجوم عد البشر يا عماد تعالى عد النجوم عد البشر وتعالى تعالى تعالى
فيك. بارك الله عليك نوال. بارك الله فيك سيدي عماد. طبعا نوال مصطفى، اولا نبداو مع الاسم هذا، لما كنسمعوا الفنانه نوال مصطفى كتجي الذاكره ديالنا كان يعني ماشي مغربيه، ربما اسم شرقي مصري مثلا، حيت كثير كاينين هاد الاسماء مثلا تياخذوا الاسم العائلي ديال الاب. انا خدي الاسم العائلي، الاسم ديال بابا، ديال بابا من الاسم ديالو. دونك هذا يعني هذه يعني هو كاسم فني درتيه. طيب نوال يعني سنوات انت متواجده، ونتكلموا شي شويه على اهم المشاركات ديالك، لانك كنت كثير حاضره في واحد الوقت في اوقات في بعض المهرجانات، ولكن فجاه اختفيتي. اولا بعد المشاركات ديالك سنة 2001، نبدأ من 2000-2001 شاركت مهرجان الرباط اللي حاليا كيف ما قلت سيدي عماد ولا موازين. من بعد مهرجان الأغنية العربية الدولي بطبيعة الحال الجائزة الأولى، يعني هادشي كامل كانوا جوائز أولية. مهرجان الأغنية الدينية، مهرجان أبي رقراق اللي كيت قامس لها كان يعني بيلونتون، نجوم ونجوم، نجوم الغد، يعني قبل ما تكون نجوم الغد كنت فيها ضيفة شرف. نعم. مع سيدريس نيكرانيت، معرفة قديمة. أدريس راه كنقول لهم بعدور أدريس دابا حتى هو قديم في الميدان، تيبان ستيتو ولكن لا. أدريس ما شاء الله عليه الفنان المتكامل. يا سلام، أستاذ أستاذ كبير وصديق عزيز وفنيا والأسرة ديالو ولا الأسرة تبارك الله ديال الأسرة العائلية الكبرى والصغرى، فنان شامل ما شاء الله. يعني راه تقريبا تلميذ ديال المدرسة الكبيرة ديال جوق البلاد. أيوة. التطوان التاريخ كبير الله التحية لمد واللي زوين. أنا في هادو أصدقائي إخواني هما يعني من غير الحس الفني ديالهم والتمكن ديالهم الموسيقي والفني فهما ذو أخلاق عالية. أخلاق عالية تبارك الله. هشام وأستاذ رشيد ودريس مراد وشي فنانين والله كنعرفهم أصدقاء ديالنا تيمشيو عند السي نيكرا تيكونوا في دار الأوبرا هو اللي تيكتب لهم الأغاني ب بالنوطة، وهذا شرف كبير لنا حنا كفنان مغربي كيكتب هما تبارك الله كلهم عزيزين كلهم تيدي شي فريو تيقراو ما شاء الله عليهم. ولكن كفنانه كاين شي فنانه كبار تبارك الله كيقصدوا باش كيكتب لهم بانك تغني هما تيغنيو في دار الاوبرا. والسي ادريس تحيه لك من هذا المنبر لانك اخو صديق بلا ما نجاملوا كثير. تفضلي. كملي. لا اللي لاحظت انا طبعا لما تنعرف شويه على كارير ديال نوال، طبعا شاركتي في عده برامج منها برنامج نجوم ونجوم ديال اخي وصديقي عتيق بن الشيقر، ثم دزتي معنا في بعض السهرات، دزتي معايا شخصيا، ولكن يعني من بعد شاركتي في كثير من 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 يعني ما خليتي حتى برنامج ما شاركتي فيه. ذا فويس، عرب ايدول، اكس فاكتور، من سوبر ستار. وكنت كانت كاليفا ديريكتومون، ولكن كان عندي المشكل اللي هو بعد اخر مشاركه كان ذا فويس اللي كانت فيها الفنانه نجاة رجوي في هذاك العام. وي وتقطعوا لي 4 بيي وما دزتش في المطار. علاش؟ حيت عندي انا في الباسبور ارتيست، يعني عندي شونتوز، كيقول لك ما دايزاش كوم كونديدانتيا. داكو. حيت القانون ديال لبنان ديال راه يعني بحال كانك محترفه. كانني محترفه يعني ما دايزاش. كيرجعوني من المطار. من المطار كنرجع. مطار لبنان ولا ديالنا؟ لا، مطار ديال المغرب. علاش؟ الله يغفر محمد. هذا إشكالية خصت نشوفه من بزاف يعني كومبليكا حيت حنا كاع لي كاستينغ ديجا ما شاء الله كاع الفنانين تبارك الله تيدوزوا على هذيك اللي كانت عندي في الباسبور لدرجه انني قلت لهم غادي نبدل غندير بدون ما بغيت والو. طيب المهم هذا موضوع انا ما غاديش نقدر خصني نبحث فيه باش نقدر نجاوب. اش من اشكاليه هذه خلينا في الغناء. لا كفنانه ما شاء الله حيت الفنانين تبارك الله كلهم تيدوزوا بالعكس، ولكن عندهم المهنه فنانه. تيكون عندهم بحال هكذا حيت هذا هي برنامج ما شاء الله، برنامج راه برنامج ماشي سهل. لدرجه ان المنتج ديال دو فويس هدر مع يعني مع الجماريك ديالنا هنا
خليها يعني شوف شي محاوله. لا مش هي مش مساله، هي غادي تكون مساله الامن الجمارك، ما لها علاقه بهذه المساله ولا البوليس تنظر بوليس المطار. يعني اللي في المطار يعني بوليس الحدود على اينوا موضوع. انا ما كانش لا توفق ان شاء الله، ما كاينش راه عبدو السقاط راه عنده المعارف وداك الشيء مرحبا على الراس العين على الراس العين والله واخا المعارف كيف قانون قانون ما كاينش القانون على الجميع. لا والقانون كيمشي على الناس كاملين، الناس غير شانو ولا كبير شانو تقدر تكون شي اشكاليه اللي ما عارفينهاش ان شاء الله كنتمناهم الله. شوف هو الزهر انا كان تيجي لعندي وكيدير هكا ايوا سلمي لي هذيك الطرا. لا قلنا لك الزهر اللي كيدور اللي كيدور بعدي علينا هذه ما بغيناش. اعطينا شي زهر زوين بالنسبه لهذا الاول. هذا راه انقطاع ديال 4 سنوات اللي اليوم اول نهار غادي نخرج شي حاجه هي مع السي عماد مده 4 سنين. هذه 4 سنين ما عندناش تبارك الله وغنيتي بهذا الطاقه ما شاء الله وهذا الصوت وهذه الاحترافيه صلى على النبي عليك. الله يطول عمرك صراحه. طيب طيب تبارك الله عليك. على اين غادي نستمروا معاك وغادي نعرفوا اشياء اخرى ان شاء الله؟ هادي انت حبيبي. هادي هادي الملاح ولا هادي ملاح؟ هادي الملاح. الملاح يعني بالالف واللام بالتعريف طبعا. طيب تكلمني عليك شويه كذلك نعرفك اكثر من خلال الجمهور ديال دندنة. يبغي تعرف عليك، انت مقيم سنوات بالمغرب صحيح. ولكن يعني كاينين بعض الفنانين اصدقائنا اللبنانيين اللي جاوا للمغرب فناشطين يعني الحمد لله وتيبانوا كثير في المنابر الاعلاميه وكيخرجوا اغاني وتتواصلوا كثير مع الجمهور، ولكن انت طبعا بصوت واحساس جميل ولكن شويه يعني كما نقولوا شويه خجول خجول يعني ريزيرف شويه. انا بصراحه يعني انا اذا بدي اطلع على الاعلام لازم اكون منزل شيء جديد. اذا ما عندي شيء ليش بدي اطلع؟ طيب كيفاش جاتك الفكره انك تجي على المغرب؟ بصراحه جيت اول مره جيت مع عمي. هو يعني هو عمك في نفس الدومين ديال الفن؟ لا هو عايش هون. طيب. مجهول وتحيه كمان اكيد هو مازال هون. طيب احنا بنحيي ونحيي بالتالي اخواننا الاشقاء اللبنانيين حبيبي. طبعا نعم جابني هون قال لي المغرب بلد كتير حلو وشعبه كتير شعب مضياف وراح تنبسط هناك. فجيت على المغرب وشفت قديش المغرب بلد كريم ومضياف وعجبني. هذه اول سنه تقريبا هي في 2006 2006 ثم من بعد غادي ترجع وقيله غادي ترجع بكونترات عمل يعني عقد عمل. رحت على الامارات قعدت 3 اشهر بعدين رجعت بعقد عمل وضلتني هون. الحمد لله شدوك رجال البلاد. مشيتي لمراكش ولا ما مشيتيش لمراكش؟ راكين سبعتوا رجال سبعتوا رجال. الصراحة أنا اليوم كتير مبسوط لأني قاعد مع صديق حميم. الله يبارك فيك. وفرحان كتير لأني ببرنامجك وطالع من خلال إذاعة شادة تي في. نعم. وإن شاء الله يا رب نقدم شيء حلو يسمعوه لأول مرة للمشاهدين اللي مرحبا. طيب هادي شنو تسمعنا؟ تسمعوا شي حاجة طربية من بعد نعرفوا المدارس ديالك اللي تأثرت بها، ولكن في الأول نسمعوا دابا شي قطعة. بدي أشوفك اليوم يا حبيبي. طيب يلا بدي أشوفك تفضل. يا ليلي بنيا قالت لابو جاني 3 عرسان وزيادة بنيا قالت لابو جاني 3 عرسان وزيادة واحد غني يا ابوي واحد جميل واحد فقير الحال وزيادة قال لي يا ابوي اتجوز الغني يزيدك جمال وغنى وزيادة وين اتجوزت الجميل يزيدك جمال
قصد الفقير يزيدك فقر وزيادة والله 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 وزيادة. قالت يا بوي انت ما تعرف الرجال وزيادة. ان اتجوزت الغني يتجوز علي ثلاث نسوان يا عماد وزيادة. وان اتجوزت الجميل ياخدوا مني عشر نسوان وزيادة. أما يا بوي أما يا بوي أما يا بوي نتجوزت الفقير أعيش معاه العمر وزيادة والله والله وزيادة. أنا بدي شوفك كل يوم يا حبيبي غريب عني ولا يوم يا حبيبي. أنا بدي شوفك كل يوم يا حبيبي بعني ولا يوم يا حبيبي. وتسلم علي عبكرة وعشي وتسلم علي عبكرة وعشي خبيك بعيني حبيبي. رسمتك عورقة لون الربيع شفت بليل الفرقة ضيعني والطير. رسمتك عورقة لون الربيع شفت بليل الفرقة ضيعني والطير. ومريت الليالي يا طول الليالي يا طول الليالي يا ليالي يا ليالي يا ليل. الأولى عالقلب اللي ما تناش والتاني يا علي صابر بس السقات ما جاش. والتالتة علي في الدنيا لا مال ولا عاش. حبينا يا قلبي لكن شفنا حبايبنا باعوا اللي يسوى وراحوا اللي ما يسوى. بحبك دي البحر بحبك تعرفني بحبك دي البحر بحبك ما بتعطيني قلبك يا حبيبي. أنا بدي شوفك كل يوم يا حبيبي ابعني ولا يوم يا. أنا بدي شوفك كل يوم يا حبيبي غيب عني ولا يوم يا حبيبي. وتسلم علي عبكرة وعشي وتسلم علي عبكرة وعشي خبيك بعيني يا حبيبي.
سلام عليك هادي حبيبي. سلام. فحقيقة يعني صوتك فيه واحد المزيج من أصوات، ولكن كنا واحد نبرة، نبرة فضل شاكر، إحساس فضل شاكر، كنا واحد تأثر أعتقد بفضل شاكر. أستاذ فضل شاكر مدرسة كبيرة، وأنا بعتبر حالي تلميذ من هالمدرسة العظيمة. أكيد ما شاء الله. أكيد يعني في لبنان أعطتنا مدارس كبيرة، طبعا مدرسة الرحابنة، مدرسة وديع الصافي، ويعني فيروز يعني داخل مع الرحابنة، ومن بعد جورج وسوف. ولكن أكيد كاين مدارس أخرى خلات البصمة ديالها، مثلا الشكل ديال فضل شاكر، طريقة الأداء ديالو، طبعا كذلك شكل وائل كفوري برومانسية ديالو، يعني بطريقة الأداء العلو ديال صوته الواسع، يعني مساحات الصوتية الكبيرة عنده. فكتير يعني أنت يا وأنت صغير في بدايتك شكون اللي كنت كتسمع أكثر؟ الفنان فضل شاكر، فضل شاكر. ملك الإحساس. طيب وتعلمت منه طريقة المغنى وكيف كيف تحس بالكلمة وبالغنية. يعني تتحس به كيغني، ما كاينش ستريس، يعني كيغني بواحد كاين كل واحد عنده طريقة، كاين اللي كيعطي القوة في الأداء، وكاين اللي كيخرج فقط غير الإحساس أو لا بالهمس، يعني غناء بالهمس بيوصلها للمستمع. أستاذ هادي نتكلم عليه، لأن أستاذ هادي ملاح من الفنانين المرموقين، وفنان أصيل وتحب الفن، هو إنسان اللي كيبغي الفن ديالو. أكيد تبارك الله عليك، ملك الإحساس أنا كنسميه، ملك الإحساس. وأنت عملاق الفن حبيبي. كمان لا لا لا، وإنسان متخلق. طيب نعرفك شي شوية أكثر، أنت يا منين ضيعتكم؟ خليك يقول لنا. أنا منين ضيعت؟ أنا مش من الضيعة، أنا ابن بيروت، ابن العاصمة. لا لأن عندك واحد نبرة، لما درتي الموال عندك ابني غنيتي في الأول، درتي الموال ذاك يا الفقير والغني وذاك الزوين بزاف وذاك شيء، مهم هذاك الموال، فدرتيه بواحد طريقة ديال بحال ذاك الجبلي. إيه ما أكيد هذه لهجة بلادنا. يعني أكيد بكده يكون أعرفها ومتمكن منها، يعني مثل ما بغني أي فنان مغربي. لون آخر مثلا. أكيد دونكر. أنت من بيروت. طيب فمن بعد غادي ندخلوا معك في تفاصيل أكثر. هذه فرصة باش نتعرفوا عليك. هذه يعني مثل واحد بغني مثلا، ناس بتغني أمازيغ مثلا، ناس بتغني من الجنوب بالضبط مثلا واحد كيغني مثلا أغنية مغربية، الأستاذ عبدالله بدكالي ولا العبداد بخياط ولا نعيمة سامح، ويقدر مثلا يغني أغنية شعبية ويبدل مثلا اللهجة ديالو مثلا. واش كيقدر عليه عبدالله السقاط كيتفوق في هذه المسائل دي؟ بغيت يغني الطرب، بيغني الشقوري، من بعد يغني الشعبي الحرش، ما عندوش مشكل. ديروا الوقت ديالهم. لا دوك خلاص. أكيد. يلا يا عبدو. حبيبي. وأنت دابا أنت هو العريس ديال هاد القصة. لا بوجودك. نشكروا هاد القناة شادة تي في اللي كترحب بينا دائما بوجودك أستاذ عماد والفرقة الجميلة. برنامج دندنة. طيب شنو تسمعنا في البداية؟ نسمع أغنية ملح بركات. يا سلام عليك. ملحم هي لكن طيب. ممكن يلا تفضل بعد. حب اللي غاب من عمري أنا، حياتي عذاب حرمت اللي أنا الهنا الهنا
إلا هنا. يا حبي اللي غاب من عمري أنا حياة طبعا انت تعرفوك الفنانه وداك الشيء كل شيء تعرفك بدك بوسي بخدك يا حبيب قلبي هو يعني عنده سقاط حاله فنيه يعني يعني اكيد اكيد ان الناس اللي ما كيتفرجوا دابا ما غادي يكونوا بقاو مركزين معك ربما كاين اصوات خطيره كتغني واصوات قويه اكثر من عبدو مثلا ولكن عنده ان تكنيك عنده طريقه كيجلب الناس يعني حتى التنويع في يعني في الانماط الغنائيه الموسيقيه النهار الاول نهار عرفنا في الشعبي في الشقوري الى غير ذلك يعني في الاعراس ولكن من بعد مشى يعني كل ما هو طربي ومغربي الى غير ذلك فتبارك الله عليك انا جاتني واحد فكره وانت كتغني بحال هكا ومع الصوت يعني بحال يعني تخيلت طبيعه الحال باش نكونوا موضوعيين واقعيين ماشي من يعني تخيط بافاروتي مثلا ولكن حنا مشكور موضوعيين ما تنقولش بان باش ما يقولش الناس باش يقول لك راه لا راه واقيلا صاحبو كاين زبيك اكثر من الناس شي حاجه لا لا بالعكس كاين الناس كاين الناس وشي اصدقاء تاهما الناس تيقول لي الصوت بافاروتي حتى في الحفلات ملي كنعملوا شي حاجه غربيه ولا هذا تيقول لك واش هذا الصوت هذا اوبيرالي ما شاء الله ولكن حنا غير البركه كون دابيتود البركه تبارك الله كاينه البركه ورده الوالدين دابا جاتني الفكره اللي جاتني قلت له كنت كنهضرت مع هشام ورشيد ودريس لما كان هذاك البرنامج دو فويس
ديال السنيور اللي شاركوا فيه العدد من فنانين بحال عبد الرحيم الصويري سعد حسن وفكروني لنسيت شي حد اخر مهم هذو عبدو ياغي من لبنان عبدو ياغي كمان مطرب من لبنان اغاني من زمان كمان مثلا انت ما جاتكش فكره انك تشارك بحال هكذا بار اكزومبل انا الصراحه خليني نشارك مع خويا حبيبي ايمن بارك عليا فعلا كاين واحد صديق ديالي في دوفويس كلمني ولا انا بعيد على الاعلام اصلا بعيد عندي واحد الطقوس ديال الخدمه ديالنا بوحدها الحمد لله غادي في واحد الطريق ديال بحال مختار غير واحد نوعية ديال كتسيبلي مثلا عندك مثلا الناس ديالك مثلا بحال كنقولوا الكليان ديالك ديال صافي كتبقى معاهم اما اعلاميا والله قسم بالله الا كان جاي عند الاخ ديالي سعيد لانك صديق واخ وكيحس لي الشرف تكون مع الفنانين تبارك الله الكبار الاصوات الجميله الله يعزك وتبارك الله داك العام اللي غادي فيه انا غادي مزيان غادي بخير وعلى خير الله يجعل المفاتيح لا ان شاء الله تمنى انها تاخذ كليان من التلفزيون ان شاء الله ضيفهم للرصيد ان شاء الله شكرا طيب نوال غادي نرجع معك يا نوال فشنو اللي خلاك انك يعني ما تستمريش بنفس هذاك بداك النشاط اللي كنتي غادا فيه في البدايات هو بصراحه ملي تزوجت ولات راك عارف وليدات وزواج يعني انسان شويه كيبدا يتماطل شي شويه في اولا شويه كيتشغل عاوتاني بالحياه نورمال زعما والبيبي ما نقدرش نخليها وانت عارف خدمه الفن يعني ما كتكونش اللي يبغى هذا هو طيب سمعناك في المدرسه ديال السيده ورده دابا نسمعوا المغربي ديالنا والموسيقى المغربيه المدرسه المغربيه أيوة. الاصيله ايوه والعمالقه بطبيعه الحال اللي ان شاء الله غنغنيو سي محمد الحياني الله يرحمه يا سيدي انا حر سيدي انا حر طيب تفضلي شد أنا حر لله فهمني أنا شفت وعجبني يا سيدي أنا حر بغيت ندوق الحب خلينا رد وبني يا سيدي أنا حر لله فهمني أنا شفت وعجبني يا سيدي أنا حر بغيت ندوق الحب اللي نارو الدوبني حلو الأمر سلت وقري فرحني قوي عدبني دابت حب وتقدر وغلبك كيف غلبني وداك الساعة جاوبني حلو الأمر سلمت وقري فرحني قوي عدبني دابت حب وتقدر ويغلبك كيف غلبني وداك الساعة جاوبني يا سيدي أنا حر لله فهمني أنا شفت وعجبني
بيدي حيلة وفي الحلم أول نظرة قلبي مال قلبي مال قلبي مال غير البارح وأنا غالي غير البارح وأنا هني واليوم أنا مشغول بال مع عماد مشغول البال ما بيدي حيلة وفين الحيلة ما بيدي حيلة وفين الحيلة من أول نظرة قلبي مال قلبي مال قلبي مال مشغول بال مشغول بال مشغول بال عيوني شافوا سحروا وحبوا عيوني شافوا سحروا وحبوا وإلى اليوم غلبنا غدا يمكن نغلبوا وإلى اليوم غلبنا غدا يمكن باقي ما جربنا دابا يعشرنا ونعجبو 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 حلو الأمر سلمت أوري فرحني قوي عدبيني دابا تحب وتقدر وغلبك كيف غلبني وداك الساعة جاوبني يا سيدي أنا حر أنا حر أنا حر لله فهمني أنا شفتو وعجبني السلام عليك. طبعا نوال فدرتي شي اغنيه اعتقد في كنت درتيها في الاول هي اللي شاركت بها في مهرجان الاغنيه العربيه الدولي لست لعبه انما كانت لاكاليتي حنا خساره ما جيناش في وقت السوشيال ميديا وما جيناش في وقت دابا اللي ولاو التكنيك والكلمه زوينه غير هي دابا ربما دابا صعيبه تسمع تعاود لها ربما توزيع ولا شويه في الالحان كان خاصهم شويه ديال اللي كانت طبيعة الحال من كلمات حليم الأزامي ومن الألحان محمد الصديق نعم الزاهر طيب قلتي سي دوماج ما جيتيش انت في وقت السوشيال ميديا ولكن جامي ندخل ولكن جيت في وقت ان شاء الله عماد انت في مع دندنة مرحبا ياك هو بالعكس هذا مثال حيث السوشيال ميديا ما مقتصرش فقط اللي يلاه بدا هذه سنوات الاخيره مثلا الناس اللي بداو دي 10 سنين و5 سنين ولا هذا نو كنهضر لك حتى على نقدر نتكلم لك حتى على البرامج اللي يعني ما كانش فرص كيف ما دابا ولاو بزاف د البرامج ولاو بزاف د الفرص يعني ولكن واخا هكا كان كلشي كان واقف نعم فنتمنى لك التوفيق ان شاء الله وتكون هي فنانه الله يوفقها وكان صوت جميل ان شاء الله اكيد خصك غير تخدم شويه على السوشيال ميديا كيف قال لك استاذ عماد تخدم عليه ما تمشيش هي تخدم عليك تخدم على السوشيال ميديا باش ان شاء الله لان هاد الاصوات هذه ما كنسمعوهاش نعم هادو كاع الاصوات ما شاء الله عليهم اللي تيغنيو تبارك الله مزيانين ولكن كصوت فحالك تبارك الله فيها خامه فيها احساس حرام خصها تخرج للوجود ان شاء الله الله يوفقك تكون هذه انطلاقه ان شاء الله الله يكمل عليك عاود يعني انطلاقه من جديد من جديد اكيد ان شاء الله فنانه ومعلمه مغنى كمان لا لا يعني كتبان متمرسه يعني الحركات ديال العراب العراب هيدي الاستاذ بالموضوع سميتها الاستاذ الاستاذ وفا واحد الروح هيدي الاستاذ بالموضوع الاستاذ الاستاذ ايوه حبيبي واحد الروح ديال ذكرى خصنا انا نسمع نوال في ذكرى راه ما شاء الله عنده واحد الروح ايوا علاش ما غنسمعوش اليوم ذكرى تقدر تسمع شي ندير غير شي طريف ديالها باش غير حبا في داكشي اللي بغيت انا اللي كنعشق عليك شوف اليوم انا ما غرفضت لكش طلب لن ارفض لك طلبا بغيتي شنو نسمعوا ذكرى في الاسامي ولا في الاسامي الاسامي يلا الاسامي ديروا
ندير التريس منها نتفكروا ديك العرب ديال الذكريات. ان شاء الله شوف نتمنوا لك واحد العوده موفقه وبيان سور سي نورمال الصوت دائما تيبغي وتنقولها دائما في البرنامج تيبغي الممارسه ويعني بحال اي لاعب كره كيخصو يكون عنده ماتشات كثر في رجليه من غير انا كنت اصلا مرض يعني داس عليا واحد كاس حكيه هذا وتاثر لي لي كورد فوكال ديالي تاثروا لي بزاف دابا صافي الحمد لله شويه الحمد لله ما شاء الله نحمد الله ونشكروه طيب هادي الملاح انت ساكن في جهه الملاح ولا طيب هادي حبيبي دوينا قبيله على فضل شاكر وتاثرك بالمدرسه ديال فضل فيا ريت سمعنا شي اغنيه للحقيقه لملك الاحساس فضل شاكر انت بس تؤمر تكرم عينا شو نسمعوا لو على قلبي يلا تفضلوا لو يلا بتغيب أيام
ليالي ليالي اللي عليا الطول بتغيب ايام وليالي وانت ما بتغيب عن بالي وتروح وتسيبني عليك مشغول بحلم بعدك وغرام وبدوب بغوام كلامك ولا لي ليالي عليا طول وعلى قلبي ذاب هواك وكفاية للوصار وعذاب ويايا جوا عيوني حنين وغرام مشتاق لعاني زماني وتدوب بيا واحبك تاني كفاية عشت كتير من قبلك بحلم بيك وتبعد عني ليه طب ما انا قدامك بس قلبك احلامك لو تتمنى الدنيا بحلة تكون بإيديك بتغيب أيام وليالي وانت ما بتغيب عن بالي وتروح وتسيبني عليك مشغول بحلم بعنيك وغرامك وبدوب بغواك وكلامك ولا لي ليالي اللي عليا بتغيب ايام وليالي وانت ما بتغيب عن بالي وتروح وتسيبني عليك مشغول بحلم بعنيك وغرامك وبدوب بهواك وكلامك ولا لي ليالي اللي عليا طول لو على قلبي دب في هواك وزيادة الوصار وعذاب ويايا جوا عيوني حنين وغرام مشتاق لعني لعني الصوت ما شاء الله عليك هادي الملاح تذكر جيدا هذا الاسم والله العظيم انا كثير مبسوط اليوم وفرحان من كل قلبي نعم. لاني اول مره بشوف بطلع على الشاشه المغربيه من خلالك انت مرحبا وشرف لي شوف يشوفني الجمهور المغربي الله يبارك فيك ولو ان المعرفه ديالي بك قديمه ولكن اكيد لانك بدلت التليفون فانا قلبت عليه هذه واحد العامين ولو وين ربما وكيشتغل يعني ما بقيتش عرفتو فين كاين هو يا حتى سي غراسا عبدو سقطو اللي عطاني تليفونك شوف غير فينا واحد هادي كان معانا في واحد الوقيته وكنت كنشوفو بزاف وكنحضر ليه البعض في بعض يعني بعض الحفلات ومن تما اختفى قلت لي راه عاد قال لي عطاني التليفون ديالك على اي مرحبا حبيبي
دائما كنتواصلوا مع بعضنا لان يعني انا بدي اشكر الله انه حبيبي انه السقاط جابني لعندك. مرحبا. ده شرفنا. وإن شاء الله معلش تستاهل كل خير. حبيبي. وغتجي بدوني إن شاء الله. إن شاء الله. الشوخات يتفاد برنا. إن شاء الله لأنك تستاهل كل خير. ما ماشي يبدو في مغمدي نعيط لي. ما غاديش نعيط لك عاود. ماشي ديما في منزل. وعلى ربي نسى وجودك الحديد. فعلا لأن صوت أستاذ هادي شغلنا مع بعضنا في الحفلات والخاصة وأعراس وهذا. الأستاذ هادي كيمتاز بواحد الروح الطيبة ديالو وأخلاقه والإحساس ديالو حتى الناس اللي كيسمعوه كيعشقوا هذا الصوت يقول لك فين تيكون فين زعما لأن صوتي يستاهل الدعم يعني الله يعزك ولا غير من الابتسامة ديالو تتبان بأنه خجول قلبه طيب يعني مبتسم شحال عندك الوليدات حتى الآن؟ عندي جوج أولاد عندي ما شاء الله الله يخلي لك أولادك شو سميتيهم؟ عندي بنتي اسمها يارا عمرها 2.5 وعندي الولد اسمه سليم عمره 6 شهور الله يخلي ولادك راسكم دونك اذا باقي جديد باقي بيبي ها ايه يعني تزاد في وسط كورونا وسط كورونا الحمد لله الحمد لله كورونا غتبقى غير في خبر كان ان شاء الله ان شاء الله ترجع الحياه مثل يا مدز ازمات اصعب واكثر ولكن الحمد لله احنا نتسلح اولا بالايمان وبالصبر ثم الحمد لله كنتضامنوا جميعا ان شاء الله نتمنوا ان هذا الحمد لله دائما كان فيما تكون الفرصه الا واننا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى تحيد علينا هذا الوباء وهذا البلاء وان شاء الله كما قلت راه العمليه الصمير العمليه ديال التلقيح هي خدامه الحمد لله احنا غاديين على أساس إن شاء الله يجي شهر رمضان ويلا نخرج كلنا إن شاء الله إن شاء الله نفتح المساجد والناس تلقى في التراويح بحول الله في هذه الأزمة هذه بانتنا بأن بزاف الحوايج حتى الحياة العادية ديالنا كيف كنا غير غاديين هذا دا ولا إنسان تعرف شنو كيدير بيان سور تفكر قبل لأن بزاف ديال الظروف اللي تغيرت وشوف أي أزمة وأي مشكل داز على الإنسان إلا وياخذ منه العبرة دونك وياخذ منه تجربه لان اكيد غادي كنا ناخذ تجارب من شنو داز علينا في هاد في هاد الكورونا هي صراحه كانت نعمه ونقمه شوف نعمه لا اعتقد هي نقمه لا حد نعمه يعني وجهات بزاف ديال الناس كثير ناس تضررت ناس تراجعوا ناس تضرروا ديال الناس وانا تنتضامن مع الناس المهن كثيره اللي توقفات الحفلات ومساكن بعض المهن اكثر شيء نحن نضرينا احنا الفنانين الفنانين كثار والمطاعم ولي سيرفور والكوزينيه والكافيهات ومولين الحفلات يعني ماشي غير الفنانين ماشي غير يعني فنانين ومولي الحماحم يعني بعض المدن ماشي طبعا جميع الفنانين يعني والمسيعيين كمان الفنانين بصفه عامه يعني كلشي تضر لان وكنشكروا من هذا المنبر شي بعض الفنانين اللي تضامنوا وداروا حملات باش كيساعدوا فنانين وحدين اخرين لان كل ما كانوا هذوك الناس راه لا حول ولا قوه الا بالله زعما كنشكرهم من هذا تبزق كل واحد طيب نرجعوا معك حبيبي فعندك شي اعمال خاصه عندي بصراحه عندي 4 اعمال عندي بدي عندي 2 اغاني باللهجه المغربيه خارجين خرجتيهم ولا بعد ما خرجتهم راح أعملهم هلأ إن شاء الله بس تخلص هالكورونا وتبلش الحياة الجديدة حبلش فيهم إن شاء الله إن شاء الله وعندي أغنية مصرية وعندي أغنية لبنانية باللهجة اللبنانية كمان طيب وإن شاء الله نشوفهم جيبهم لنا مرحبا كذلك فإحنا كنرحبوا دائما بكل الفنانين حبيبي هذا شرف لألي المغاربة والأشقاء العرب فألف ألف مرحبا إحنا تتعرف بأن المغرب بلد مضياف الحمد طبعا. لله وأهلا وسهلا أهلا وسهلا فيكم الله أكبر يا بيت صامت بالجنوب يلتحت سقفك على الوفا ربيتنا مش كثير عليك لما تضيعوناش نديروا هذه المحاورة وخلات جد تلقائية أعطينا أنفو Oh, 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 oh.
أهلا وسهلا ولك أهلا وسهلا شرفونا حبابنا يا أهلا وسهلا عليك ليش عني غربوك عليك ليش عليك ليش عني غربوك خدوك شمال ورجعوا غربوك وليلي وليلي يا حلوة يلي غر أبوكي بكتر المال تنسيت العباب ويني 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 أبا ويني أفضل يا أستاذ ومازال القلب مازال القلب ومازال عم يخفق مسكاي ويا بيي تبعدك ويا بيي تبعدك غيرك مسكين كل الدنيا وكبرها وبعدك ضب حبوا علينا بس حبوا مثلنا حبوا علينا بس حبوا نسيم الصبح بس روح تلاقيهم مع الغزلان بالسروح أخي لك يا نسيم الصبح بس روح مع الغزلان بالسروح جسم ما ضل جسم ما ضل عالهجران بس روح وقريب تروح انطال الغياب اوف يا با يا با اوف يا با يا با مغرب وطننا مغرب وطننا ومالنا عنه غنى مغرب وطننا ومالنا عندك بحرية يا ريس
سمر وشرقية ويا ريس عندك بحرية يا ريس سمر وشرقية يا ريس والبحر كويس يا ريس وصلنا بلدنا يا عين ريحة أرضينا يا ريس حبيتنا دينا يا ريس ريحة أرضينا يا ريس عبدنا دينا يا ريس تمشي وترمينا يا ريس ومن مينا المينا وريحة أرضينا يا ريس عبدنا دينا يا ريس ريحة أرضينا كنشكركم اكيد مازال فحقيقه غنخليوها احنا غدا بحركه بالتلقائيه وبالغناء والموال. ولكن انا بغيت نسول عبد السقاط يعني شنو اللون اللي كترتاح فيه انت؟ لان شفتك مؤخرا مشيتي في هذا اللون يعني شويه الطربي اللبناني ان صح التعبير الجبلي. والصراحة جميع الألوان سنأديوها كل حاجة كنأديوها غير البركة ديالها كل شيء على ديك البركة البركة هي كل شيء المهمة كاين مدارس كبيرة كنتعلموا منهم وحتى في لا ولكن فاش كترتاح أنت فاش كترتاح؟ أنا بالصراحة فيما حطيتيني غير ارتاح مرتاح الحمد لله فيما تشهيتي أي حاجة كنكون مرتاح فيها يعني صراحة. طيب بالنسبة لكثير من الناس فعبدو سقاط هو ديال الشعبي والشبوري شنو تتقول للناس اللي يقول لك اودي لا هو البوان فور ديالو هو الشبوري والله يكثر خيرهم وعاوتاني انا نذكر غير واحد هذا الاسبوع هذا كلمني الاستاذ فؤاد الزبادي عيطي مع شي 12 الليل الو سيدي عبدو كتعرف سيدي فؤاد الو لاباس سيدي فؤاد قال لي ما شاء الله عليك راه سمعتك هذاك لان الاستاذ فؤاد هرم من الاهرامات ديال الطرب العربي الاصيل اللي كانوا جايين التحيه واخو صديق حفظه الله ولا الاسره الكريمه كان يعتبرنا مطرب الاوبرا فؤاد الزبادي اكيد وكلمني مع ديك الساعه 12 قال لي وزدي فؤاد انا راه جلست وكنسمعك مع السي عماد في ذاك البرنامج جالس في 12 اللي قسما بالله قلت له هذا شرف لي لانك استاذ اللي هضر لي على هذيك الحلقه اكزاكتومون لان هضر معك وهضر معايا لان كنشوف الحلقه اللي كنا صورنا هذه تقريبا واحد عامين ولا شي عامين ونص هذا شرف كبير استاذ عملاق استاذ فؤاد الزبادي اللي كيشهد لك بهذه الشهاده هذه الحمد لله. السلام عليكم. طيب نرجع عطينا شي حاجه دابا بغينا نبدلو شويه النمط نبدلو النمط واخا ايوه Hey, wait up, wait up.
كنشكركم حقيقة، سمعنا بزاف الأنماط غنائية. شكرا لك عبدو السقاط لحضورك هذه الحلقة عادي، إن شاء الله دائما تشرفنا تكون معنا في شادة وفي دندنة. شكرا أستاذ. كذلك تنبغي نشكرك نوال مصطفى على الحضور ديالك، وإن شاء الله نتمنى أن تكون يعني هذه الإطلالة هذه الإعلامية والتلفزيونية وهذه الانطلاقة من شادة تي في ومن دندنة تكون انطلاقة جديدة، صوت جميل، فخدمي عليه أكثر وأكثر، وكذلك خدمي على الاسم ديالك في السوشيال ميديا. شكرا لك. كذلك صديقي هادي الملاح، شكرا لك وتشرفنا بحضورك اليوم. أنا اللي علي الشرف حبيبي، والأكيد غنبقاو متابعين المسيرة ديالك الفنية في أي جديد. إحنا راه الإشارة مرحبا. شكرا وألف مرحبا. كنشكر، غادي نبقاو معك في الأخير لأن غادي نسمعوا يعني مقطع من أغنية أحضن الأيام هي راح تسمو بها. كنشكركم أحبائي الكرام على تتبعكم حلقة اليوم. هذا عماد أنتيفي يحييكم، ألف ألف تحية باسم كل طاقم الفني والتقني والمخرج مصطفى حياك. إلى اللقاء. أحضن الأيام لا تجري من إيدينا، أحلى أيام اللوى الهوى راحت علينا. أحضن الأيام لا تجري من إيدينا، أحلى أيام اللوى الهوى راح
حتى علينا علينا. دوبونا دوبونا وبعد ما غنينا المر ساقونا بالرقص باعونا المر ساقونا بالرقص باعونا وبعد ما حبينا حبنا وبعد ما ننا المر سونا بالرخص باعونا المر سونا بالرخص أنا سبعونا المر ساقونا بالرق سبعونا باعونا 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 وفي ايدينا ربنا يعوض